بسم الله الرحمن الرحيم. التكامل العددي هو طريقة لإيجاد وحل التكاملات الصعبة جدا. فالغرض من التكامل العددي هو إيجاد المساحة التي تحت المنحني. من عندنا هذا فرضا هاي دالة منحني، إيجاد نريد نجد التكامل، يعني إيجاد المساحة اللي تحتها، والمساحة تكون محدودة من حدود التكامل. يعني عندنا هنا تكاملات محددة يبدي من قيمة وينتهي بقيمة أخرى، يعني من أي إلى بي. هناك طريقتين نأخذ للتكامل العددي، طريقة نيوتن غوتس وطريقة غاوسيان سكوير، تربيع غاوسيان. يعني طريقة نيوتن غوتس بها ثلاث قواعد: قاعدة المستطيل، وقاعدة شبه المنحرف، وقاعدة سيمسون اللي هي سيمسون الثلث وسيمسون الثلاث أثمان. نأخذ قاعدة المستطيل. قاعدة المستطيل معروف أن المستطيل هو الطول في العرض، مساحة المستطيل الطول في العرض. فإحنا بداية الحل بطريقة المستطيل هو نقسم المنطقة اللي تحت المنحني، هاي المنطقة اللي تحت المنحني، هذا المنحني، وحدود تكامل من أي، من هذه أي إلى بي، نقسمها إلى شرائح أو مستطيلات حسب اختيار، حسب المعطيك بالسؤال أو اختيار الطالب هو من يحل يقسم عدد الشرائح اللي يقتنع بها. طبعا كل ما تزيد عدد الشرائح تزيد الدقة، يعني هذا هاي الفراغات شوف تبدي من تقل حتكون نحصل على دقة أكثر. المهم فإحنا نقسم المستطيل إلى عدة شرائح. هسه أهم شيء إيجاد عرض الشريحة، عرض الشريحة اللي هو هذا الأتش. شلون نجد عرض الشريحة؟ من خلال أنه إحنا نكامل على محور X، يعني من قيمة أي إلى بي، فهذا الطول مالته من أي إلى بي، أي إلى بي، فبي ناقصا اي، من بي من هاي النقطة الى اي نطلع هاي مسافة التكامل مالتنا، نقسمها الى عدد المستطيلات نطلع قيمة اتش. بي ناقصا اي على عدد المستطيلات اللي هو ان عدد المستطيلات نطلع قيمة اتش. الان نريد نجد المساحة. المساحة هو شنو؟ عبارة عن اتش العرض في هذا الارتفاع. هذا الارتفاع شلون طلعه؟ من عندنا هنا قيمة اكس، من عندنا قيمة هنا اكس، هنا اي اكس جد قيمتها، قيمتها هي اي، من ندخلها بالمعادله بالداله نقدر نطلع قيمه اف اوف اكس. فهذا الارتفاع هو الواي اللي هو نفسه هو اف اوف اكس، هو اللي يمثل الارتفاع. فاف اوف اكس في الاتش هذه نقدر نطلع مساحه المستطيل هذا، وهكذا بالنسبه الى باقي المستطيلات الى ان نجد المساحه الكليه. ناخذ مثال هذا مبسط. عندنا ساي داله اف اوف اكس دي اكس، نريد نكاملها من 1 إلى 3. اول عمليه شنو؟ احنا قلنا نقسم المنطقه تحت المنحني الى شرائح مستطيلات، شرائح احنا قسمناها، نفرض انه نقسمها الى 4 مستطيلات. فعرض كل شريحه، عرض كل شريحه شلون طلعها؟ عندنا احنا حدود تكامل من 3 إلى 1، لان كامل من 3 إلى 1، اذا هي هاي مسافه التكامل، هي هاي مسافه التكامل اللي هي هذه تمثل بالضبط من 3 إلى 1، تمثل هاي المسافة كأنه هذه المسافة هي من 3 إلى 1. نقسمها على عدد الشرائح اللي احنا فرضيها، على الشرائح اللي هي فرضنا 4 شرائح فرضناها. فنطلع عرض كل شريحة، عرض ال H هو نصف، هذا H عرضه نصف. هسه شريط نطلع، نطلع نسوي هذا الجدول. الجدول كلش بسيط. احنا عندنا كم شريحة اللي نقسمها؟ قسمناها الى 4 شرائح، تمام ولا لا؟ 4 شرائح. حيكون عندنا النقطة الاولى، اول نقطة لي اكس هنا، اول نقطة هي شنو؟ تمثل 1، هاي النقطة تمثل 1. بعدين النقطة الثانية شنو نزيد؟ نزيد بقيمة اتش، يعني 1 زائد النصف يصير هنا 1.5، وهنا بنزيد نص يصير هنا 2، وهنا يصير 2.5، وهنا تصير 3. هاي اخر نقطة، اخر نقطة تصير 3 اللي هي حد التكامل. فيبدي عندنا تكامل من 1 إلى 3، 1.5 2 2.5 3. فشوف كم شريحة احنا قسمناها بالضبط، 4 شرائح، 1 2 3 4 شرائح. فهسه عندنا كم نقطة عندنا صارت؟ عندنا معناتها 5 نقاط. 5 نقاط. النقطة الأولى ايش تبدي؟ أول نقطة هي بداية التكامل، بداية التكامل، بداية الشريحة 1، بعدين زيدناها 1.5،
بقيمه اتش اللي عرض الشريحه، بعدين زيدناها بقيمه اتش ايضا عرض الشريحه، وصلنا الى 2، وزيدناها بعرض الشريحه نصف في ونص الى اخر نقطه نوقف 3 اللي هي حد التكامل، يعني يدي التكامل من 1 إلى 3. هاي النقاط هسه اريد اطلع ارتفاعاته. الارتفاع شنو مالته تمثل؟ هاي النقطه اكس، الارتفاع مالته يمثل افف اكس اللي هو الواي. هذه النقطه 1 ادخلها بالداله، هاي الداله عندي، هاي الداله اللي نريد نطلع تكاملها، هاي الداله اللي احنا نريد نطلع تكاملها. هاي الدالة، هاي الدالة اللي أريد أطلع تكاملها. أدخل هنا أنا 1 1 تكعيب ناقص 2 في 1 تربيع اللي هو ناقص 1 في 7 في 1 اللي هنا أنا حيصير عندي 7 ناقص 1 حيصير 6 ناقص 5 حيبقى 1. فإذا من يكون عندي x قيمته 1 حيكون الارتفاع مالته قيمته 1، من قيمة x هنا أنا، هاي قيمة x هنا أنا 1، الارتفاع هذا 1. فهذا عندنا الارتفاع معلوم وعندنا العرض معلوم، اقدر اطلع مساحة هذا المستطيل، تمام ولا لا؟ اقدر اطلع بعد مساحة المستطيل اللي هو الطول في العرض. نجي النقطة الثانية ايضا، النقطة الثانية 1.5 ندخلها بالمعادلة مال الدالة نطلع ارتفاعها. النقطة الثالثة والرابعة والخامسة 3 ندخلها بهاي المعادلة ونطلع الارتفاع. هاي وصلت، صار عندنا هسه الاف اف اكس معلوم وعندنا الاكس معلومه، نقدر هسه نطبق القانون. القانون شو يقول؟ يقول اذا بدينا من اول شريحه، من اول ارتفاع، ناخذ الارتفاع الاول والثاني والثالث والرابع، اخر ارتفاع الخامس ماخذ، يعني هو الطول في العرض. عندنا 4 شرائح، شوف هسه هاي، هاي الطول في العرض، هذا العرض في الطول الثاني، الثالث على الرابع، هاي بالضبط صارت 4 شرائح. او لا، اترك الشريحه الاولى، ابدي من الشريحه اللي بعدها واخر اخر شريحه، اخذ اخر اخذ اخر ارتفاع، العفو، ابدي من الارتفاع الثاني واخذ اخر ارتفاع. فاما اطبق هذا القانون او هذا القانون، يعني شوف هذا مستطيل الاول، وهذا المستطيل الثاني، وهذا المستطيل الثالث، وهذا المستطيل الرابع. خلاص هذه طلعنا المساحه اللي تحت المنحني. فالافضل انه اطلع المساحة بهذه الطريقة واطلع المساحة الثانية بهذه الطريقة واخذ المعدل بيناتهم على مود نسبة الخطأ يكون اقل ما يمكن. هذا فمن طلعت الاريا هي يعتبر هو نفسه كأنه حل لهذا التكامل. هاي قاعدة المستطيل. شكرا جزيلا.